اهلا يا حرب. ازيك يا ابو صلاح؟ شكلك لسه جاي من هناك على طول. جيت لك جري. تعال قول لي، قلت العنتر اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد وكان ايه رد فعله؟ اتخض وبلم ووشه اصفر وبقت حالته حاله، بس عرفت حته الدين معلومه ما قدرتش اروح غير لما اجي اقولها لك الاول. ايه معلومه ايه؟ عنتر ورشوان وعزام اتضح ان هم مجرد واجهه لناس تانية كبار وما يقدروش ياخدوا اي خطوه من غير ما يرجعوا له. عدلي؟ لا، عدلي ده اتضح ان هو مجرد مرسال جه بينهم وبين الناس الكبار دول. يبقى المساله زي ما انا قلت لك، لعالم كبير وله اسياد وملوك، والاسياد دول ما يحبوش يظهروا في الواجهه خصوصا في لعبه خطره زي دي. الحكايه كده ابتدت تقلق يا عم صلاح. وانت ايه يقلقك؟ في الاول كنا بنلعب قدام ناس عارفينهم مظهرين قدام عينينا. عنتر ورشوان وعزام دول خلاص انا عارفهم وفاهمهم وحافظهم واقدر امن نفسي منهم، لكن الركب بقى على الناس الكبار اللي ظهروا قدامنا فجاه دول، هتقي شرهم ازاي يا عم صلاح؟ دي ناس لا عارفينهم ولا نقدر نوصل لهم، وفي نفس الوقت مضطرين نلعب معاهم. انت اصلك ما شفتش عنتر كان بيتكلم عنهم وكان عامل ازاي؟ ده كان مرعوبه جدع، وقعد يقول للناس الكبار اللي ما بيرحموش، اللي مش عارف ايه اللي ابصر ايه وكلام كده يرعب. وبعدين بيني وبينك انا نفسي الكيكه تطلع في العالي، مش روح هي اللي تطلع في العالي وقابل وجه كريم. شوف يا حربي، طول ما البضاعه تحت ايديك انت في امان، والناس اللي انت خايف منهم دول هم اللي هيحموك، لانك بقيت غالي عندهم قوي يا حربي، بملايين بتمن البضاعه اللي تحت ايدك. ما ترخص في نفسك يا حربي. شكلك كده واثق ان هم هيوافقوا على طلباتنا. ما عندهمش حل تاني. بحب فيك ثقتك في نفسك. ايه ده؟ مين اللي بيتصل بيه؟ دوني. دوني. ايه؟ طب وانت فين دلوقتي؟ طب اقفل، انا جاي حالا. في ايه يا حرب؟ زين خطب دعاء من قدام بيت دنيا ومش عارفين خدها وراح فين؟ عملتي كده ليه يا دحاء؟ نصيب. نصيب! بتسيبي أهلك وحتتك وتبقي نفسك وتقولي لي نصيب؟ بتضحكي عليا وتقولي لي إنك شغالة في مستشفى وأنت شغالة في كباريه وتقولي لي نصيب؟ بتتعري وبتتهزي قدام الرجالة وبتقولي لي نصيب؟ نصيب! زين انت اكتر واحد يا زين حاسس بيا. مراتي قدمت وانا عيله صغيره، فتحت عليا على مرات اب شغلتني عندها اقل من الخدامه، ويوم ما عودي شد رمتني في الشوارع لكلاب السكك عشان بس اجيب لها فلوس. اتلطمت من شغلانه لشغلانه لحد ما رسي بيا لحد في الكافيتيريا اللي انت عارف كويس قوي ايه اللي جرالي فيها. الكافيتيريا القبضايا اللي كانت مرات ابويا حتباني ليه بتراب الفلوس. كنت عايز نعمل ايه يا زين؟ أرضى وأناخي لكل ده. كان لازم أمشي، كان لازم أهرب من جو الزبالة اللي كانوا هيعيشوني فيه ده. كانش قدامي حل تاني غير دنيا. أيوه دنيا هي كانت الحل الوحيد لكل اللي أنا فيه. تقومي تشتغلي في كباريه؟ كباريه يا دعاء؟ ده أنا طول عمري بقول البنت دي بمية راجل. شافت قد ما شافت وقاست زي ما قاست، بس عمرها ما باعت ولا فرطت. برضه يا زين امال اللي انا شفته في الكباريه ده كان ايه؟ احلام؟ تهيؤات؟ مقلد عليا زي ما انت عايز، بس في حاجه واحده بس لازم تبقى عارفها كويس قوي. الكباريه زيه زي اي حته تانية. في الكافيتيريا كان في ناس عايزين ينهشوا في لحمي، وفي الكباريه برضه كان في ناس عايزين ينهشوا في لحمي. كل واحد يا زين. والفقر وحش، الفقر بيذل، وانا ذلت كتير قوي يا زين قوي. ليه كدبت عليا وقلت لي انك شغاله في مستشفى؟ انت بالذات ما كنتش هقدر اقول لك. انت مش عارف انت عندي ايه يا زين. انت عمرك ما هتقدر تحس الاحساس اللي انا حسيته النهارده لما لقيتك بتبص لي في الكباريه وانا برقص. حسيت كاني سكينه واتغرزت في قلبي. كان اهون عليا ان انا اموت وما اشوفش القصه دي في عينيك. Thank you.
صدقي وتأمني من الله. الدنيا دي أنا شفت فيها كتير قوي قوي وبعدلت فيها كتير، بس كنت دايما صلب طولي، عمري ما كسرت. النهارده بس حسيت ان انا كسرت. ما هيش ولا كده اللي يكسرك يا زين، حتى لو كنت انا اعمل عليا ان انا اموت قبل ما اشوف يوم زي ده. صار عليك بالموت. في حاجه كنت عايز اقولها لك من زمان قوي. عارفاها يا زين، عارفاها بس مش عايز اسمعها دلوقتي. سمعها لي يوم ما تبقى انت وانا قدها، لحد ما يجي اليوم ده يا دعاء. انت زي ما انت، انا هفضل زي ما انا. وكباريه؟ ما انا قلت لك يا زين ان الكباريه ما يفرقش اي حاجه عن اي حته تانيه، بس صدقني انا دلوقتي مطمنه اكتر. مطمنه عشان حاسه ان انا لو جرى لي حاجه هيبقى ورايا راجل شحم وجدع هيعرف يقبل حقي كويس قوي. الجدع ده هيبقى اسمه زين، زين العشقر. أنا بس كل همي إن أنا أطمن عليك يا دعاء. هتطمن؟ هتطمن عليا أكتر يوم ما تيجي تاخدني تخلصني من كل الهم اللي أنا شايفاه ده. هيحصل. وحياتك أنت اللي هيحصل. وقريب أوي كمان. يا سلام، يعني ايه ما بيردش؟ قلت لك كلمته اكتر من 20 مره تليفونه مقفول. يا اخو في حرب اللي يكون عمل فيها حاجه. لا ما تخافيش، هو زين صحيح دماغه ضربه وبيهيك زي الطور، لكن طيب وقلبه ابيض، مش هيعمل فيها حاجه. لا مش هتهون عليه. يا بختها لقيت اللي ما تهونش عليه. الدور والباقي عليا انا، بقيت بهون عليك قوي يا حربي. ايه الكلام الفارغ اللي بتقولي ده يا بت؟ يا اخويا بقول لك شخط فيا وزقني وقعني على الارض وانت مش فارقه معايا. يا خرابي عليكوا يا نسوان، يا خرابي. عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط. شفت ازاي بقى؟ مش فارقة معاك ازاي يا بيبي؟ عيب يا دندل اللي تقوليه ده؟ انت ما تعرفيش غلاوتك عندي ولا ايه؟ طب تصدقي تؤمني بالله؟ لو حد تاني غير زين كنت قسمته نصين، لكن زين يعني زين مننا وعلينا، بس ليك عليا هيبقى في بيني وبينه كلمتين كده بس على انفراد. اه منك انت، ما باخدش منك لا حق ولا باطل، وعارفة انك بتضحك عليا وبتسجدني، بس مش عارفة ليه بصدقك. طب بقول لك يا دندل. قول. مش البيت هنا برضه في ميه سخنه؟ ايه عايز تستحمى؟ عايز كوبايه شاي قبل ما اقع منك. ولا ما باخدش منك حاجه ابدا، اوامر وطلبات وبس. عليا النعمه حبيبه يا دندن. تسنيله. بقول لك ايه؟